مستثمرين من مختلف بلدان الوطن العربي في لقاء 50 رائد عمل طموح في برنامج واقعي في مهمة إقناعهم بمشاريعهم للاستثمار فيها. مرحبا، معاكم حمد محمود، وياكم ريم المصبح، اسمي ربيع الشعائر، وانا علي الحداد، وانا ياسين. نعرض عليكم مليون دولار مقابل 25%. بل 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 ليش عاد هاللون؟ فانيرا هي المنصة الأولى اجتماعية، ما عندنا حدود في الإبداع. طبعا السوق ضخم، نتكلم عن ملايين. معليش يعني هو لسه أنتم في البداية. رأس المال خواه 1.5 مليون دولار. هاي أنا أحرقها في شهر. لا أنا مقتنعة فعلا صعب أنك تبرر هالثمانية مليون. هذه أنا ومريم قاعدين لك. إذا أعطيني كاونتر أوفر، عصفور في اليد أحسن من 10 على الشجرة. 10 أضعاف. سوبرمان ما يسواها، ما حدش فاهم سوق الخليج. يقول لك على هاي كلها مستعد استثمر فيك، احد يحط يده في يدي معاكم راح نقطع الاف الاميال. جاهز؟ بي الله يعينك. انا اعتذر. انا كمان اوت. انا اسحب اشيل ولا لا؟ لا دخيلك مطفي. لا بس اهم شيء ما يزعل. يه ايش دعوه؟ فهل راح تنفتح لهم البيبان؟ انا بصير لك بلعوم صراحه، بفتح لكم باب.